الآن الرواية السعودية تقول أنه الرجل مات في شجار، كيف يتفاعل مجتمع المخابرات الأمريكية مع هذه الرواية السعودية؟ إذا كنا نتحدث عن المخابرات غير السعودية فإن الجواب هذه تعتبر كذبة، كما تظهر كذبة أن يكون هناك حماية كذبة من أجل حماية ولي العهد محمد بن سلمان. ما هي الكذبة بالتحديد؟ لم أفهم. الكذبة هو أن الاستخبارات السعودية والأفراد 15 تصرفوا بمفردهم دون ما أن يكون هناك أمر لهم من الحكومة أو ربما بشكل مباشر من قبل ولي العهد السعودي. ومسألة الاغتيال ربما قد نفكر على أنها تم الأمر بها من قبل أعلى أهرم الحكومة، هذا يبدو واضح وبديهي. إذا كانت هذه المعلومات لقد أثبتوا على أنهم يكذبون بشكل سيء جدا، سيئون في الكذب، لكن هذه المعلومات التي لدى المخابرات الأمريكية بأن محمد بن سلمان هو من فعل ذلك، هو من أمرهم بفعل ذلك، وأنه غير ذلك غير قابل للتصديق، هذه المعلومات ما قيمتها في هذه القضية إذا أراد البيت الأبيض على سبيل المثال أن يتغاضى عنها وأن لا ينظر إليها وأن يحفظ حليفه ويحافظ على حليفه في السعودية محمد بن سلمان؟ لقد أثرت نقطة حزينة أخرى في هذه القصة السيئة، أن هناك كاذب كذلك في البيت الأبيض والذي خرج عن السيطرة من أجل حماية المملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك للحفاظ على علاقته الوثيقة مع المملكة العربية السعودية. وحتى لو كان يعني ذلك الكذب، حيال الشيء يعتبر اغتيال، وهو يعتقد أنه بإمكانه أن يساعده، لكن يعتبر أن الحقيقة لا معنى لها في هذه القضية. وفي هذه الحالة ماذا ستفعل المخابرات الأمريكية، الاستخبارات الأمريكية التي حصلت على هذه المعلومات ولا شك أنها قدمتها للرئيس، ماذا ستفعل في هذه المعلومات؟ هل يمكن أن تسكت وينتهي الأمر؟ هذه نقطة مهمة جدا أثرتها، والمشكلة السيئة للغاية بالنسبة لمسؤولي الولايات المتحدة ومؤسساتها. لماذا؟ لأن الاستخبارات الأمريكية حاولت أن تحصل على الحقيقة وكذلك أن تخدم الولايات المتحدة تماشيا مع القسم المتمخض عن الدستور الولايات المتحدة الأمريكية، والآن لدينا مشكلة لأن هذا يشكل في الولايات المتحدة أزمة مؤسسات بشكل كبير جدا. لا أعتقد حسب ما أعرف أن مسؤولي الاستخبارات لن يقوموا بتسريب معلومات، وكما سمعنا أن هناك بعض أعضاء الحكومة يتحدثون عن هذه المسألة. إذن هذه هي أزمة، حيث أن الحقيقة غير مرحب بها في البيت الأبيض إن لم تكن مناسبة بالنسبة لهم.